سؤال رقم 8. في هذا السؤال طلب منا تصميم عداد ترديده 6 باستخدام قلابات جيكا، حيث تعمل كلير بالمستوى الأدنى. أول شيء نقوم به هو تحويل قلابات جيكا إلى قلاب تي يعمل في حالة تبديل، وذلك بتغذية جي بقيمة 1 وكا بقيمة 1. ثاني شيء ننظر إلى العداد المعطى. في هذه الحالة نلاحظ أن إشارة الساعة مستمدة من ملتقط W1، لذلك نكملها بنفس الطريقة. ثاني شيء نصمم عداد تصاعدي. كيف نعرف أنه عداد تصاعدي أو عداد تنازلي؟ إذا كان القطب الصاعد مربوط بالجبهة نازلة فهو عداد تصاعدي، أو قطب النازل مربوط بالجبهة الصاعدة فهو عداد تصاعدي. فإذا تشابهت الجبهة مع القطب فيكون عداد تنازلي، مثل القطب العلوي مع الجبهة، القطب الصاعد مع الجبهة الصاعدة عداد تنازلي، القطب النازل مع جبهة نازلة عداد تنازلي. فإذا اختلف يكون عداد تصاعدي. في هذه الحالة صممنا عداد ترديده 8. ثالثا ننظر إلى إرجاع إلى صفر. نلاحظ في التركيب هذا من مسؤول على إرجاع إلى صفر؟ إما تنشيط مرحلة X11 أو عن طريق رميز A0، وبالتالي نتبع هذه البوابة مثل ما أعطاها لنا، راز X11 ثم نربطها في مدخل مسح الجمع. رابعا يجب علينا إنشاء عداد ترديده 6 أي بدورة ناقص، ذلك باستخدام بوابة AND. في هذه الحالة يجب نعرف من هو LSB، هو القلاب الموصول مباشرة بإشارة الساعة، ومن هو MSB الوزن الأقوى هو آخر قلاب. بعدها نحول رقم 6 إلى نظام ثنائي، فنلاحظ 6 بنظام عشري تساوي 110 بنظام ثنائي، أي تحتوي على 3 أبيات وهو عدد القلابات. فالبيت الأول 0 هو الوزن الأضعف LSB، هو القلاب A، والواحد في الجهة اليسرى هو MSB يعني قلاب C. من بعدها نلاحظ أن لدينا 3 أبيات، لكن البوابة التي أعطيت لنا بمدخل. في هذه الحالة البوابة تربط إلا بالوحدات المنطقية. ولو أعطى لنا بوابة 3 مداخل، في هذه الحالة نربط هذه البوابة بكي أبار، والمدخل الثاني بكي بي، والمدخل الثالث بكي سي. بما أن البوابة تحتوي على مدخلين، في هذه الحالة تربط بكي بي وكي سي، ونهاية البوابة نكتب N يساوي 6، ولا نربط البوابة ببوابة NOR.